كل معلوم. حبايبي حبايبي جريد 5، تعالوا مع بعض دلوقتي نراجع حاجه اسمها عكس اللي قلناه. يعني ايه؟ يعني انت حبيبي لو انا عملت كده كنت بتقول ها تو اند وان غلط ناقصه عشان في بوينت، يبقى ال1 ده 1 ديسيمال، واحد لوحده يبقى 10. ادي يا بابا الكلام. في مشكله المره دي بقى؟ اسمع بقى، انا هدي لك الجمله دي الستيتمنت الورد واقول لك رجعها لي ستاندرد. اسمع وتعالى، هقرا 2 بس اول ما الاقي كلمه احط بوينت. ادي برجع بالعكس كاني برجع بظهري. يبقى الان ابص بعديها، الان ابص بعديها لو لقيت تي اتش اس يبقى الان دي معناها ايه؟ فورد. شكرا. يبقى اللي قبلها تو يجي قبلها، بعدها اللي قبلها تو يجي قبلها، اللي بعدها 1 1. كلمة 10 يعني هو في بيت التنس. فهمتوا حاجة؟ لا لسه يا مستر. بص معايا، بص معايا. يا مستر قبل ما حل لقيت كلمة ايه؟ امشي بعدها عشان اسال معايا تي اتش اس ولا ما معايش؟ معايا اهي. يلا بقى اروح راجع، كل اللي قبل الان يجي قبل البوينت، كل اللي قبل الان يجي قبل البوينت. مين اللي قبل الان؟ التاني. اروح جايه في التاني. عيدها تاني؟ لا. لقينا كلمة ما امسكش قلم، امشي بعدها لو لقيت تي اتش اس يبقى الاند دي معناها فورد. شكرا. اقول تاني؟ لا لا. اقولها تاني؟ لا لا. ارجع بقى قبل الاند لقيت كلمة ايه؟ تن. اكتب تن. بعد الاند لقيت كلمة ايه؟ 15. دي 15 حبايبي، بس انا خدت شيك 15. اكتب ال 15. امال ايه الكلمه دي؟ يعني دول اتنين ديسيمال ما بكتبش مكانها حاجه. يعني كلمه هاندردز تنث الحاجات اللي هي بالتي اتش اس ما بترجمهاش. لا ده البليز بتاعها. طب نعيد تاني؟ لا. نحل تاني؟ لا. نحل تاني؟ لا. نحل تاني؟ لا. حاضر، تعالى معايا نعمل ستوب.